يقال أن الشك هو الصديق الحميم للأرواح الضعيفة. مرة أخرى تصفع الجزائر كل من حولت له نفسه تشكيك في قدرتها الدبلوماسية في لم شمل العرب من خلال القمة العربية. الحاقدون على الجزائر خرجوا بتصريحات معادية أرادوا من خلالها التشكيك في نجاح القمة العربية قبل بدايتها، وأن الجزائر يكفيها مشاكلها الإقليمية، فما بالك بمشاكل العرب التي لا تعد ولا تحصى. مع سنة نقول يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. اليوم اختتمت الصورة بحضور الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيراش كضيف شرف في القمة العربية، ووصول ثلاثة قادة العرب وعلى رأسهم أمير قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس تونس قيس سعيد، كلهم عازمون على أن تكون هذه القمة بداية لعهد جديد بين العرب، تطوى فيها صفحات الماضي ويكتب فيها مستقبل زاهر توافقي يعزز الأمن والاستقرار والتآزر والتكامل بين أمة يربطها وحدة اللغة ووحدة الدين. بلد المليون ونصف مليون شهيد، لطالما كان الطرف الفعال في حل الأزمات السياسية والاقتصادية العربية على أرضه في السنوات الماضية، ولن تخيب هذه القمة وستخرج الملفات العالقة بحلول مرضية. العالم اليوم تغير وتغيرت معه القوى، فأصبح يعيش مرحلة المصالح، الكل يريد تحقيق مصالحه الوطنية، حيث أثبتت تجربة العمل ضمن مجموعة دول الإقليم أو المنطقة أكثر نجاعة وفعالية، وهو ما تصبو إليه الجزائر اليوم من خلال قمة لم يشمل العرب.